الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في مطاردة وتعقب الصراع الجاري في الداخل العراقي بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، وبدأت الأوساط الأمريكية بل المسؤولين الأمريكيين السابقين من جديد بتصريحات جديدة يوضحون بأن كانت هنالك فرصا ضائعة قد ضاعت من أيديهم، بالإضافة إلى أنهم يهدفون إلى تحرك جديد تجاه الأمور السياسية والتحركات السياسية في داخل العراق. هذه التفاصيل كلها كانت قادمة في الميدل إيست آي البريطانية يوم أمس، والفرص الضائعة التي تحدثنا عنها هو أمر تحدث عنه خبراء مهمين لم يصرحوا باسمهم للميدل إيست آي وأكدوا الآتي: بعض الخبراء يعتبرون الأشهر العشر الماضية في العراق عبارة عن فرصة ضائعة على الولايات المتحدة. لماذا هم اعتبروا بأن كانت هنالك فرصة ضائعة على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا الأمر أصبح واضحا من تصريحات قادمة من هذا الرجل دوغلاس سوليفان، وهو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي سابقا. هذا الرجل لديه اطلاع كثير على ما جرى ولديه اطلاع أيضا على ما يجري، فالرجل قال بأن هذه تعتبر فرصة ضائعة لأن الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر كانت سعيدة وراضية تماما عن طبيعة تغيير قانون الانتخابات في الداخل العراقي. التغيير وجدوه بأنه مناسب تماما لفوز المستقلين في البرلمان العراقي وأن يجدوا طريقا فعلا في البرلمان العراقي، على الرغم من القلق الأمريكي من انخفاض نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، إلا أن فعلا نتائج هذه الانتخابات جاءت بفوز المستقلين، والمستقلين وجدوا طريقهم من ثوار تشرين على سبيل المثال في داخل البرلمان العراقي. كذلك وجدوا بأن التيار الصدري فاز فوزا ساحقا في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى ذلك أن الأحزاب التي تعتقد تماما الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مدعومة من إيران بأنها خسرت خسارة كبيرة في البرلمان، وبالتالي وجدوا من خلال هذه المعادلة التي نتحدث عنها وبحسب دوغلاس سوليفان وجد ببساطة بأن هذه المعادلة، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتأت بأن هذه المعادلة ستؤدي إلى حكومة عراقية مستقلة مؤسساتية لن تكون تابعة لأحد. على هذا الأساس لا داعي بشكل أو بآخر أو حتى بشكل غير مباشر بحسب تصريحاته لا داعي للتدخل على المستوى العراقي، وأن الزيارات الأمريكية أساسا في العشرة أشهر الماضية أي منذ انتخابات أكتوبر حتى يومنا هذا كانت هنالك فقط زيارتين رفيعتين مستوى من الولايات المتحدة إلى الداخل العراقي. كذلك الميدل إيست آي تحدثت بأن السفارة الأمريكية في الداخل العراقي أصبحت عبارة عن هيكل، ليس هنالك الكثير من التمثيل الدبلوماسي فيها إلا الموظفين الطارئين فقط بسبب العديد من التهديدات والتحولات التي جرت فيها. وعلى هذا الأساس بالنسبة لدوغلاس سوليفان قال أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه المعادلة ليس لها نفوذ بأي شكل من الأشكال، ولكن المفاجأة الكبيرة التي جاءت هي أن ما جرى من التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر عملية الانسحاب المفاجئة التي قام بها جعلت هذه الأطراف وهذه الأحزاب المتمثلة بالإطار التنسيقي أن تسيطر وأن تصبح هي الأقوى في البرلمان وهي المسيطرة. وطبعا رأينا ما رأيناه ولا زلنا نراه طبعا من عملية الصدامات الجارية بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، وبدأ الحديث عن عملية حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات جديدة بقانون جديد. وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من خلال الأوساط الأمريكية التي تحدثت عن هذه المسألة تحديدا الأسبوع الماضي بأن هذا قانون الانتخابات من الممكن أن يتغير بطريقة لا يخدم هؤلاء المستقلين. وهنا المشكلة أن لهيب هيجل وهي إحدى المحللين للشؤون العراقية في مجموعة الأزمات الدولية تحدثت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد الطين بلة عليها بأنها ليس لديها اتصال مباشر مع السيد مقتدى الصدر، الصدرين لا يمتلكون أساسا معهم أي اتصال، وأن الاتصالات إن كانت تصل إلى التيار الصدري أو إلى الصدرين فهي تأتي عن طريق وسطاء، وهذا الأمر هو غير متوفر حاليا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي نفوذ بأي طريقة أو بأخرى على هذا المشهد السياسي العراقي. وبالتالي العشرة أشهر الماضية وجدوا بأن كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد طريقا أن تتصل أن تتواصل مع الآخرين لكي تلعب دورا في عمليات الحل المطلوبة، وأن النظام السياسي دخل في مشكلة حقيقية الآن، ووجدوا بأن إيران بالعكس هي التي وجدت فرصة أكبر وتجد فرصة أكبر
السيطرة بشكل أكبر والهيمنة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مسيطرة على المشهد العراقي بسبب، بحسب دوغلاس سولومان، التركيز من البداية على المفاوضات النووية، لأنهم يعتقدون أن المفاوضات النووية بنجاحها ستحل الكثير من المسائل في المعادلة الأولى التي فاز بها التيار الصدري. لكن المعادلة الجديدة أصبحت الولايات المتحدة فعلا في نقطة صعبة وحرجة للغاية. وعلى هذا الأساس طبعا أيضا لهيب هيجل تحدثت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الوضع على ما هو عليه، بل إنها ستتحرك وستحاول التواصل مع التيار الصدري وستحاول مرة أخرى لإيجاد طريق هو يخدم المنطقة بالطريقة التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب طبعا تعبيرها. المشكلة الأكبر بأن هنالك طرفا خطيرا وشخصا خطيرا، وهو برنارد ليفي المفكر الفرنسي، والذي البعض يعتبره بأنه عراب الفوضى. الرجل كان حاضرا في الثورات العربية التي جرت في ليبيا والتي جرت في العديد من الدول الأخرى مثل سوريا وغيرها. الرجل كان موجودا في العديد من الأزمات، وضع تصريحات مثيرة للغاية عن مسألة ما يجري في العراق، وصرح بشكل مباشر إلى كردستان 24 بهذا الشكل، وقال بأن إيران هي التي تتحكم في العراق، العراق لا سيادة له، وإيران إذا أرادت شيئا ستنفذه مباشرة، وأن العراق لا يستطيع وضع أي قرار بنفسه وهو مليء بالفساد. هذا هو الوصف الذي جاء من هذا الرجل. بل بالإضافة إلى ذلك، إن هذا الرجل تحدث عن مسألة انهيار النظام العراقي، ووضع سيناريو خطير للغاية قد لا يخطر ببال أحد من الشعب العراقي، وهذا ما قاله الرجل. إذا انهار العراق، فإن ما يحدث هو أن أقليم كردستان سيكون قادرا على الاستقلال. بالتالي العراق دخل في مسألة وفي سيناريوهات وتصريحات لا يحسد عليها أبدا، وأصبح المستقبل غريبا وصعبا، خاصة وأن السيد صالح محمد العراقي وهو وزير السيد مقتدى الصدر كان واضحا في إحدى آخر تغريداته المهمة التي ترونها، قال بأن الحوار الوطني الذي طبعا دعا له رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي لم ينجح ولم يتفق أحد، وبالتالي السيناريوهات أصبحت مفتوحة في الداخل العراقي. والسيد مقتدى الصدر في صدام مستمر مع الإطار التنسيقي، ليس هنالك أي حلول، بل أننا يجب أن ننتبه بأن اليوم هو آخر يوم للمهلة التي أعطاها السيد مقتدى الصدر للقضاء العراقي، لمجلس القضاء العراقي لحل البرلمان العراقي. وكما نعلم أن مجلس القضاء العراقي كان واضحا وأكد بأن ليس لديه صلاحيات قانونية لعملية توجه لحل البرلمان، وبأن الأمر مرتبط بالمادة 64 من الدستور العراقي، وبالتالي الموقف صعب للغاية في الداخل العراقي. ما الذي يعني هذا؟ هل يعني أن الولايات المتحدة في ظل هذه التفاصيل التي تجري والتصريحات المتكررة من المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في العراق سابقا، سيعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجد طريقها للداخل العراقي؟ هذا الأمر ليس واضحا حتى هذه اللحظة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على العودة للاتفاقية النووية. والاتفاقية النووية، ويجب أن ننتبه أن عملية نجاح الاتفاقية النووية بالعودة إليها، سنكون أمام سيناريو في الشرق الأوسط، سيناريو تصعيدي أو تخفيف أو غيره، هنالك سيناريو معين سيترتب على أساس هذا الاتفاق. وإن فشل هذا الاتفاق النووي، سنكون أمام سيناريو مختلف آخر، وقد يكون تصعيديا بشكل أكبر بدلا من سيناريو نجاح العودة لهذه الاتفاقية النووية. وهذه الاتفاقية النووية الآن متوقفة على قضية واحدة فقط، بحسب ما جاء من الوول ستريت جورنال ومن السي ان ان، بأن إيران الآن طلبت ضمانات، وبحسب مصدر رفيع طبعا للسي ان ان، مصدر دبلوماسي رفيع صرح بشكل واضح عن طبيعة الضمانات التي تبحث عنها إيران، وكشفوا بعض التفاصيل المهمة للغاية التي يجب أن ننتبه إليها. فالمسألة بالنسبة لإيران الآن هي تبحث بشكل واضح أن يكون الضامن هو الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر. لماذا؟ لأن السيناريو الآن مع العودة للاتفاقية النووية، فتقبلت إيران حقيقة أن أي إدارة أمريكية قادمة بما فيها الإدارة الحالية قد تنسحب من هذه الاتفاقية النووية بعد العودة إليها، لأن الكونغرس الأمريكي لم يعطي أي ضمانات، لم يصوت، لم يحول هذا الاتفاق إلى معاهدة. إيران قبلت بهذه المسألة، ولكنها تريد الاتحاد الأوروبي أن يكون ضامناً. ضامناً بماذا يا ترى؟ التفاصيل التي نشرت من المصدر الدبلوماسي الرفيع على CNN الأمريكية، وأيضاً تحدثت عنها الوول ستريت جورنال، أن الاتحاد الأوروبي الآن وافق على مسألة مهمة جداً، أن بعد العودة للاتفاقية النووية عندما تبدأ عملية التواصل
التواصل والاستثمارات بين الشركات الإيرانية والشركات الأوروبية، وكذلك التحويلات والحوالات المالية بين البنوك الإيرانية وبين البنوك الأوروبية، فإن الضامن يجب أن يكون هو القوانين الأوروبية والقانون الأوروبي. أي بما معنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لو انسحبت بعد سنة أو سنتين، تغيرت الإدارة أو غيرها، فإن الاتحاد الأوروبي بحسب القوانين الخاصة به هي الضامن. أي أن الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على الاتحاد الأوروبي، وغير قادرة على الضغط على الشركات الأوروبية أو حتى على البنوك الأوروبية، وبالتالي كل شيء يستمر طبيعي بهذا الشكل الذي نراه بحسب القوانين الأوروبية وليس القوانين الأمريكية. وهذا يوضح أن الاتفاق إذا ما نجح في ظل هذه التفاصيل وفي ظل ضمانات أخرى لم يتم الحديث عنها في حقيقة الأمر، ولكن هي تأتي في هذا الصدد، فيعني أن إيران ستستفيد كثيرا من هذا الأمر، خاصة وأن أيضا يجب أن ننتبه أن إيران طلبت تماما رفع جميع العقوبات منها. يجب أن ترفع كل العقوبات مع هذه الضمانات بالقوانين الأوروبية إذا ما تمت العودة للاتفاقية النووية، وهي تحركت بهذا الاتجاه لأنها ترى بشكل واضح أن الحزب الجمهوري يضغط بشكل خطير على الإدارة الأمريكية الحالية إذا ما تمت العودة للاتفاقية النووية. على سبيل المثال، فإن لجنة الجمهوريين، طبعا الجمهوريين تحديدا من لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، قالوا الآتي اليوم: حتى إذا قبلت إيران استسلام الرئيس بايدن الكامل ووافقت على العودة إلى الاتفاق النووي، فلن يصوت الكونغرس أبدا على إزالة العقوبات. في الواقع سيعمل الجمهوريون في الكونغرس على تعزيز العقوبات، وفعلا هم بدأوا بعملية تعزيز العقوبات عن طريق هذا الرجل بيل هاغرتي، الجمهوري الأمريكي في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تينيسي الأمريكية، قام بطرح مشروع قرار من أجل أن يقوم بعملية تقوية أو ترسيخ قانون عقوبات على إيران قد تم إصداره في عام 1996. هذا القانون كان مؤقت، ممكن التلاعب به، ممكن رفع هذا القانون، ولكن الآن الرجل من خلال هذا المشروع الذي بدأت مراجعته الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي يريد أن يرسخ هذه العقوبات. باختصار، أي شركة أمريكية أو شركة غير أمريكية تتوجه لعملية الاستثمار في حقول النفط الإيرانية بقيمة أكثر من 20 مليون دولار، فمن حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على هذه الشركات، وبالتالي مجال الطاقة الإيرانية والحقول الطاقة الإيرانية النفطية هي دائما تحت المطرقة حتى وإن تمت العودة إلى الاتفاقية النووية. هذه هي خطورة هذا المشروع إذا ما تم التصويت عليه، ضغط عالي للغاية بالنسبة لهذا القرار. كذلك يجب أن ننتبه أن بيل هاغرتي في حقيقة الأمر قال الآتي بعدما وضع هذا القرار، قال: مع زيادة إيران لتهديداتها النووية والصاروخية البالستية ودعمها للإرهاب والتشدد في الشرق الأوسط، يجب على الولايات المتحدة أن لا تخفف العقوبات وتسهل على النظام مواصلة سلوكه الخبيث. واضح جدا الضغط الكبير من قبل الجمهوريين. بالإضافة إلى ذلك، إن كان هنالك تطورا مع ليز تشيني. ليز تشيني هي أيضا من الحزب الجمهوري، وليز تشيني خسرت خسارة كبيرة في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، التي هي تأتي قبل الانتخابات التي تسبق الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. ليز تشيني خسرت لمن؟ لهذه المحامية، وهي هاريت هيجمان، وهذه طبعا المحامية بفوزها بهذا الشكل هي أيضا جمهورية، هي ليست من الحزب الديمقراطي، ويجب أن ننتبه هنا عن هذه المسألة. خسر جمهوري وفاز جمهوري، ما الفرق في هذه المسألة؟ ما هو التغير؟ لماذا إيران تراقب مثل هذه التفاصيل وهذه الأمور؟ المشكلة بأن هيجمان تحديدا هي مدعومة بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب، وفوزها يعتبر تطورا كبيرا ومهما بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق رغم كل الضغوط التي يتعرض إليها. لماذا؟ لأن ليز تشيني هي من ألد أعداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخسارتها خسارة كبيرة لأنها كانت منذ عام 2017 هي تسيطر على مقعدها عن ولاية وايومينغ في مجلس النواب الأمريكي، والآن خسرته بعدما دخل ترامب
بمرشحيه، وهي أساسا قد صوتت على عزل الرجل بسبب اقتحام أنصاره للكونغرس الأمريكي بهذا الشكل، هي وعدد من الجمهوريين الموجودين في مجلس النواب. هو يعتبر تطور مهم بالنسبة لدونالد ترامب. لماذا؟ لأنه تمكن من أقصاء كل هؤلاء الذين ترونهم في الحزب الجمهوري، ويعتبرون طبعا هم من المعتدلين من الحزب الجمهوري، ولكن أيضا من المعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كل هؤلاء تم إقصائهم ولم يبقى إلا اثنان كما ترون هنا، وهو دان نيوهاوس وكذلك ديفيد فالاداو فقط. ومن الممكن لدونالد ترامب أن يتخلص منهم أيضا، وبالتالي هنا أصبح واضحا للجميع في الحزب الجمهوري أي شخص يعترض على دونالد ترامب فسيتعرض إلى عملية الإقصاء. والإقصاء من من؟ الإقصاء ليس من دونالد ترامب، من الناخبين الجمهوريين الذين سيعاقبون هؤلاء الذين وقفوا ضد دونالد ترامب بعد اقتحام جماهيره والجماهير الجمهورية ومن داعمين ترامب للكونغرس الأمريكي. ولماذا هذا الأمر مرة أخرى هو أمرا مهما بالنسبة لإيران وأمرا مهما بالنسبة للعراق أن ينتبه على هذه المسألة وهذه التحولات؟ لأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الآن أصبح لديه مرشحين أقوياء للدخول وللسيطرة في نوفمبر القادم على مجلس النواب الأمريكي، وهم مرشحين بشكل كبير بحسب استطلاعات الرأي الأمريكية بالسيطرة فعلا بشكل ساحق على مجلس النواب الأمريكي. استطلاعات الرأي توضح أيضا بأن مجلس الشيوخ الأمريكي في حقيقة الأمر أن الحزب الديمقراطي حتى هذه اللحظة هو الأوفر حظا للفوز، ولكن يجب أن ننتبه أن الحزب الجمهوري على بعد مقعد واحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. كل ما عليهم فعله هو الحفاظ على المقاعد الخاصة بهم والفوز بمقعد واحد ليسيطروا تماما على الكونغرس الأمريكي، ويصبح كل شيء تحت سيطرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعدها يتوجه لمواجهة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في جولة ثانية. وقد يتمكن في ظل هذه المعادلة أن يجعل جو بايدن ضعيف للغاية، لأن الكونغرس الأمريكي تغيرت فيه المعادلة تماما، وقد يحقق شيئا لم يتحقق في السابق في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن تبقى مسألة الـ FBI والتحقيقات التي تجري مع هذا الرجل هي مسألة محرجة، يجب عليه أن يتخلص منها للاستمرار بهذا السيناريو. بالتالي إيران تعلم تماما ما يجري، هي ترى كل هذه التفاصيل، ولذلك هي طلب أن يكون الاتحاد الأوروبي هو ضامن للاتفاق النووي بكل الاتفاقيات الاقتصادية التي ستتحقق، وحتى على مستوى العقوبات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مهما حدث مهما تغير هي لن تتمكن بعد الآن من الضغط على إيران بأي شكل من الأشكال في مستوى الاتفاقية النووية، وبالتالي ستكون هي رابحا أكبر في هذه المسألة. بل إن تفاصيلا جديدة قادمة من وكالة رويترز قد نشرت بهذا الشكل اليوم، تتحدث بأن إيران الآن قامت بتخفيض سعر خام النفط الخاص بها الآن، وتريد بيع المزيد في هذا الشهر تحديدا. وبحسب الأسعار التي نشرت في وكالة رويترز وبحسب اطلاعها، فإن سعر برميل النفط الإيراني قد وصل إلى 11 دولارا بتخفيض جديد من إيران للصين من أجل منافسة النفط الروسي الذي يباع بسعر رخيص إلى الصين. وبالتالي الصادرات، الهدف الكبير بالنسبة لإيران زيادة الصادرات النفطية مقارنة بالشهرين الماضيين، وبالتالي إيران أيضا تأخذ احتياطاتها في هذه المسألة. بالتالي العراق هو في مشكلة حقيقية، طبيعة النظام، طبيعة التغيرات التي ستأتي، يجب الانتباه إلى طبيعة ما هو قادم من تحولات في الداخل الأمريكي، وما إذا كان هنالك استمرارا للعودة للاتفاقية النووية إن نجحت العودة إليها، أو كان هنالك فشلا وانسحابا، فالعراق بالتأكيد سيدخل في سيناريوهات مختلفة هنا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الأمور بجدية.